تعبانة كتير. لو شفتي القاضي والطبيب الشرعي كيف كانوا عم يطلعوا فيني كأني وحدة فلتانة. خلص حبيبتي طولي بالك روقي. لك رح جن شلون انكشفت بآخر لحظة؟ مين قال لك؟ هي ديما أكيد بعرفها ما بتقدر تكتب السر. بصراحة منصور اللي حكالي، القاضي هو اللي قايله. منصور؟ وبيقولوا عن المرأة سارة وهن نتركيهم يقعدوا يبيضوا وبناجلوا بس. بس رح أطلع منه بكرة بتشوفي إن شاء الله. وأهلك؟ بخترع لهم شي كذبة، بقلهم أنه هو كان متزوج وعنده أولاد وتزوجني بس بفترة إقامته بسوريا. بس هيك مو صح. وشو بدك يعني أعمل؟ روح صارحهم بالحقيقة؟ ايه فوت لعندهم بقلهم مرحبا بابا مرحبا ماما، لو سمحتوا عاوزتكم باجتماع مصغر وحطي لي خط أحمر تحت هاي الكلمة. أنا مالي بنت، مشان هيك جوزي طلقني. يعني إذا أبي أو أخي ما ذبحوني ابن عمي بيذبحني منيح. هيك أحسن شي بحسابي لك فنجان قهوة.